المفضل بالنسبة لي بتنية كلوب بحذا العائلة خاطر رأس العام ديما معناها بالنسبة لي سي ساكري ماذا بيا نعدي مع العائلة. في الدار اوتوماتيكمون في الدار ولا في الجزائر؟ في الدار مع الفامي. باش نعملوا سهرية فطور وجو موزيك كيكا وشتيح وجو عائلي وكل شيء. والله في الدار اختي ما عادش كيما حصل رأس العام ما عادش باش تخرج البركاجات خرجوا بلادي يعملوا بركاج وكذا كلام تو تونس بزاف كيما قبل قبل كنا شيخين واحد عمل عيد ميلاد ويمشي حوس كارتاج يمشي لسيدي بوسعيد يمشي دور يجي خرج اما تو الانترفيون 8 ما عادش تلقى حتى واحد خاف ناس خافت في الدار عادي معناها فيهم ميزانيه كيما الناس خبزه جاتو شويه جازوز هكا والله لا فريمون والله ما خصصت ميزانيه لا عاد شيء اصحابي ريزيرفي وما سالتش لا كيفاش لا علاش لا عاد شيء معناها جيت هكاك ما عندش ميزانيه لا شيء صاري في الدار عيليك العادة وكذا شي هكي سبيسيال شوية جاتو فازيت جو فازيت عادي معنا كيما الناس الكل معنا مشي الحمامات قمرت ولا قمرت كان معناها حد الفلوس كان فما برشا فلوس معناها نمشي الحمامات علاش ليه نخدم في الحمامات لا نخدم نخدم موسيقى الحمامات معناها اللي باش يخرجوا باش يسهروا باش نفرهدوهم نحنا كل عام وانتم حيين بخير.